امرأة أسست قرية لتأوي النساء المعنفات فقط ويمنع على الرجال الدخول إليها. قصتنا اليوم عن قرية أوموغا الواقعة على بعد ما يقارب 400 كيلومتر شمالي العاصمة النيجيرية نيروبي. في عام 1990 سيدة نيجيرية تدعى ريبيكا لولوسولي تعرضت للضرب من رجال قريتها كون الجنود البريطانيين اعتدوا عليها، فقامت بتنظيم قافلة مكونة من 15 امرأة وأسست قرية يعيشن فيها من أجل الاستقرار. ومنذ 32 عاماً ظلت هذه القرية الملاذ الوحيد للنساء الهاربات من تعنيف الرجال أو الاختصاب، حيث تضم أكثر من 45 امرأة و200 طفل من أبنائهن من دون السماح للرجال بالدخول نهائياً، ويمارسن العديد من الأنشطة الربحية كتربية المشية والدواجن وصنع الحلي أو قطع الديكور التقليدية. وهذه القرية يا سادة تم تحديد مساحتها بسياج من الأشواك وبحراسة 3 رجال تم تعيينهم بعناية لحمايتهن، هذا عدا أنهن حصلن بالفعل على الموافقة لتسجيل الأرض التي يعيشن بها بشكل قانوني. أما إذا كان سؤالكم بالنسبة للأطفال، فعندما يكبر ويصبح بالغاً حينها يعود لقريته الأصلية لاستكمال تعليمه. أما الفتيات فلهن الخيار سواء بالبقاء رفقة أمهاتهن أو العودة إلى القبيلة من أجل الزواج وتأسيس العائلة.